distribution of power. Story about an awesome castle. Speaking of awesome, that cape thing is killing it. Look at him, listen. Look at me. Look at me. Look at him and understand. Hello, guys. مع سينمانيا رح نترافق نحن وياكم لنتعرف على أهم أخبار الستارز بهوليوود، كل أفلامهم يلي عم بيحضروا لها واللي قريبا ناطرينا بصالاتنا السينمائية. كمان اليوم لكل محبي جينيفر لورنس رح تتعرفوا على حياتها ببروفايل أوف ذا ويك، وكمان رح نشوفها بالميكينج أوف، بالإضافة كمان لليو إس بوكس أوفيس والميدل إيست توب موفيز. والبداية بتكون مع نجم حبيناه وضحكنا كتير بالأجزاء الثلاثة من هانج أوفر. إذا كنتوا شفتوا هيدا الفيلم الناجح كتير بأجزائه الثلاثة، يعني أكيد بتعرفوا ألين، هالشخصية المهضومة كتير يلي دايما ما بيعرف حاله وما بيفهم شو عم يعمل. أكيد كلنا بنعرف زاك جالفيان كيس يلي كنا شفناه بهوليوود عم بيكزدر ابنه يلي بعد ما نعرف إذا هو بنت أو صبي، وما نعرف شو اسمه كمان، ولكن المبين إنه زاك كتير لبقت له الأبوة وهو فخور كمان فيها، وهيك عم يتمشى هو وطفله. من هالنجم مننتقل لنجوم كتار عم بيشاركوا بفيلم رح خبركن عنه هلأ، وكلنا بنعرف انه الموجة هلأ بهوليوود عم تتجه ليكونوا الأفلام فيها أكتر من ستار، يعني عم نشوف تقريبا المينيموم عم بيكونوا فور ستارز عم بيشاركوا بنفس الموفي. الفيلم يلي هلأ رح خبركن عنه بعنوان American Hustle، وهو بيحكي عن إيكونمان وشريكه بيتورطوا مع وايد FBI agent، وهون بيضطروا أن يكونوا بمواجهة مع المافيا. هيدا الفيلم متوقع نبلش نشوفه ب 25 ديسمبر 2013، هو من بطولة إيمي آدمز، جينيفر لورنس، كريستيان بيل، برادلي كوبر وروبرت دينيرو. وبخبركن أنه بهيدا الموفي رح نشوف هيك أشكال جديدة لهالستارز يلي ذكرت لكم اياهم، وادوار جديده كمان عم يلعبوها. الفيلم بعده بمرحله البوست برودكشن، وهو من اخراج ديفيد راسل. هيدا الموفي كان متوقع انه يكون المخرج تبعه بن افليك، ولكن اضطر انه هيك يكون عم يشتغل على فيلم ثاني وهو ذا ستاند، لهيك ترك الموفي لمخرج ثاني. وب 19 نيسان 2013 توقف العمل عن هيدا الموفي، لانه بهيدا الوقت كان هيك طلعوا الانفجارات بالماراثون ببوسطن، ولكن اكيد من بعدها رجعت كفى الفيلم. شو رايكم احنا وياكم هلا ننتقل لنشوف تريلر عن هيدا الموفي، نشوف كل الستارز اللي ذكرت لكم اياهم واللي بنحبهم، وبنرجع من بعدها لنكفي اخبارنا وحلقتنا. I want to show you something. This Rembrandt here. People come from all over the world to see this. Yeah, he's good, yeah. It's a fake. What are you talking about? It's impossible. People believe what they want to believe. Because the guy who made this was so good that it's real to everybody. And who's the master? The painter or the forger? Never took a quarter from a phone booth. You stole. I just got bigger balls than you. نجم وممثل شفناه وتابعناه وحبيناه كمان بجانجو انشيند، وهو شارك البطولة مع ليوناردو دي كابريو، جيمي فوكس، شوم شريعه المستقبلية.
الخبر بيقول انه جيمي فوكس رح يكون حاليا عم بيحضر ليشارك بفيلم ويجسد دور مارتن لوثر كينج جونيور يلي عرفناه اكيد بجمله I have a dream. هيدا الفيلم من البروديوسر تبعه رح يكون واحد منهم ستيفن سبيلبرغ، اما اوليفر ستون يلي اشتغل بسنه 1999 مع جيمي فوكس ب Any Given Sunday كمان عم بيكون هلا بمباحثه مع الشركه المنتجه ليكون هو مخرج هيدا العمل. من هيدا الخبر مننتقل نحن وياكم لتاني تريلر معنا بحلقتنا، والفيلم هو بعنوان The Monuments Man، هو من نوع الادفنتشر الكوميدي والدراما. هيدا الفيلم كمان عم بيكون عم بيشارك فيه مجموعة من النجوم بهوليوود كمان منحبهم كتير مثل جورج كلوني، مات ديمون، كمان كيت بلانشيت وبيل موري. وهيدا الفيلم بيحكي عن مجموعة من الأشخاص يلي بيحموا التاريخ وبيحموا الآثار، فبيجتمعوا مع بعضهم وبوحدوا قواهم ليروحوا على هيك التحف الأثرية ويحموها خلال الحرب النازية، ويكونوا أكيد عم يحموا تاريخ البلاد خلال حكم هتلر. هيدا الفيلم هو من إخراج جورج كلوني بعده مرحلة بلوست برودكشن، والخبر هلأ بيقول أنه دانيال كريغ كمان كان رح يشارك بهيدا الموفي، ولكن أوقات التصوير تعارضوا مع وقته لكريغ لهيك ترك هيدا الموفي وكان الدور لماد دايما. The Monuments Man هو متوقع نبلش نشوفه ب 18 ديسمبر هيدا السنة، فشو رأيكم هلأ نشوف تريلر عنه ومن بعدها بنرجع نكفي حلقتنا. You want to get into the war? Monuments Man. I'm to put a team together and do our best to protect buildings, bridges and art before the Nazis destroy everything. How many men? Six. Jesus. Well, with you at seven. That's much better. So you want to go into a war zone with some architects and artists and tell our boys what they can and cannot blow up. That's right. Aren't we a little old for that? Yes. We go through basic and then we wait for orders. Basic? A little help. Basic training. Mm-hmm. Oh boy. If you destroy an entire generation of people's culture, it's as if they never existed. We got company. Frank, we gotta go. That's what Hitler wants. And it's the one thing we can't allow. So we get to shoot some Nazis? It's your responsibility now. I've never shot at anyone before. He really wanted it all. We better get it back. What have you got? I seem to have stepped on a landmine. Why'd you do something like that? What do you got? Lieutenant here seems to have found himself on top of an unexploded mine. Why would you do that? You all been spending too much time together. بالفترة الأخيرة كنا عم نسمع أخبار كتيرة عن كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس وعن انفصالهم، بس هالمرة الخبر رح يفاجئكم. مايكل دوغلاس ومن بعد ما صار له من سنة 2010 عم بيخبرنا انه هو عنده كانسر بزعيمه، هالمرة غير تصريحه وانتقل المرض للسانه. فليه كذب مايكل دوغلاس وشو السبب؟ اكيد الايام الجاية هي رح تخبرنا. من هالخبر مننتقل لخبر كمان رح يكون هيك مفاجئ لألكن، وكنا خبرناكم بحلقة سابقة عن فيلم رح يحكي عن حياة أرمسترونغ. هالمرة كمان رح نكفي بخبريتنا، بس هالمرة فيلم رح يكون فيلم تاني بنسخة تانية وقصة رح تكفي وتخبرنا. هالمرة رح تفوت على التفاصيل لكذبة إذا بدكن أرمسترونغ بآخر فترة من البطولات اللي شارك فيها. The Armstrong Lie هو الفيلم يلي هلأ رح خبركن عنه، وبيحكي عن الرحلة يلي قام فيها المخرج أليكس جيبني، وهو كان عم بيرافق لانس أرمسترونغ بآخر 4 سنين من بعد ما قرر أنه يرجع ويشارك بتور دو فرانس ويكون للمرة الثامنة البطل. فبهال4 سنين كان عم بيعيش معه المخرج، ورح يفرجينا برؤيته الخاصة الفيلم الوثائقي يلي رح يحكي عن لانس أرمسترونغ، بس ما رح يحكي عن لأرمسترونغ إنما على الكذبة الكبيرة يلي كان اعترف فيها أرمسترونغ وأنه هو عم يتعاطى المنشطات. فهيك رح يكون الاسم الفيلم من The Road Back لاسم The Armstrong Lie. من تابع نحن وياكم تريلر عنه، ومن بعدها أكيد رح نكفي حلقتنا بعد عنا فقرات كتيرة، فخليكن معنا.
I like to win, but more than anything, I can't stand the idea of losing because to me that equals death. In 2009, I set out to make a film about Lance Armstrong's comeback year. Lance, how are you feeling? Nervous, but that's good. I wasn't naive about past doping allegations. Never tested positive. They think he has. He didn't. But I couldn't help but root for the old pro. If I win again, they're not gonna, they can't say that. They cannot. Well, you can, but. He had lied to me, straight to my face, all throughout 2009. UCI will ban Lance Armstrong from cycling. When the truth came out, I told him he owed me an explanation. After the years and years of just the most amazing denials. And emphatically say, I'm not on drugs. He agreed to sit down one more time. I certainly was very confident that I would never be caught. The gift that he has is his gift as a storyteller. A cancer survivor overcoming the disease comes back and wins. Yeah, they liked that. Even in 1999, steroids showed up in a urine test. So the guys scoured the internet, and we found one that was indeed a cream. Cream for a, what we call a saddle sore. Such a huge number of people wanted to believe that they hated anyone who didn't believe. I mean, I'm all for a clean game, but this is ridiculous. He was an immensely intimidating person. You are not worth the chair that you're sitting on. If you crossed him, you are doomed. There are people who have really been ruined. Lance wanted to humiliate Frankie, and he wanted to get back at me. From that point on, I was shunned, banned from everybody, and a lot of people, you know, wouldn't look at me, shake my hand. That celebrity is what gave him such immense power. Simply, you don't recall just how many times I've said it. This is not a story about doping. It's a story about power, and the story became hanging on to that power. Let's get to the real nature and the real detail of the story. We haven't heard it yet, is the truth.